شنو أشكال السياحة اللي متواجدة في مأدبة كي تكون أو تستقطب هذا العدد الكبير؟ مأدبة بالأصل بداية هي عرفت بالسياحة الثقافية والتاريخية، لأنه هي تسمى وأطلق عليها وأخذت أيضا عن جدارة من منظمة اليونسكو العالمية مدينة الفسيفساء، فهي مشهورة بأنها تروي تاريخها من خلال لوحاتها الفسيفسائية الموجودة فيها، ولكن تشكل هذه اللوحات بمجملها وتعكس فترة هامة وخاصة في من الديانة المسيحية. هنا ننتقل إلى النوع الثاني من السياحة، والذي هو السياحة الدينية بشكل خاص المسيحية. وأطلقنا في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي المرحلة الأولى من درب الحج المسيحي، المسير الذي يبدأ من هنا من هذا الموقع ونزولا باتجاه موقع المقدس الذي ليس ببعيد من هنا. من الجانب الآخر هناك أيضا مأدبة، نتحدث الآن كمحافظة، هناك أنواع أخرى وأنماط أخرى من السياحة، أهمها سياحة أيضا الطبيعة والمغامرة وخاصة في الهيدان.